النور يا اخويا كله الحمد لله. ايه مش هنعرف نسلم عليك ولا ايه؟ مجنون بقى. في الطبيعي الكلب لازم يبقى هادي الاول زي ما مشيناه، وبعد كده نبقى هادين. طب لو جه واحد يسلم عليا فلازم الاول يبقى الكلب قاعد ورايا، رجلي دي يعتبر بلوك. فانا لو قابلته في الشارع هاجي هنا هقول له ثانيه واحده، اوقف كلب بلوك، اركز 100% مش 50-50، يعني ما اديش كلب 50 وعايز اسلم عليه في نفس الوقت، اركز 100% الكلب قاعد وبعدين ابتدي اسلم عليه. فمعنى كده ان الكلب مستحيل يطلع قدامه وايدي مريحه والليش مريح، والكلب كمان لازم تبقى ملامحه مريحه. فكده تبقى الانترودكشن المظبوطه للناس. هنعيدها تاني، انا ماشي اهو ايدي مريحه خالص، جيت وقفت شت. اي حاجه بقى تقول له ست، بس انا بالنسبه لي انا عايز هو رابط الاوردر بهيبره، فانا بغير الوي نفسها وبعدين اجي اسلم عليه. فنفس الكلام ان الكلب يبقى ورايا. شكرا.